بحضور رسمي وكنسي اختتم بمدينة القامشلي مهرجان الرها للأغنية السريانية. شارك فيه عدد من الأطفال الذين حملوا رسالة التراث السرياني للعالم. متوارثين هذا الإرث العظيم بالتواتر لتبقى الأغنية السورية الأصيلة بكل أصالتها السريانية رمز البقاء والصمود والتشبث بالأرض. بالأغنية اليوم سوف يظهر أولادنا لكل العالم، سوف نبقى نغني ونفرح، نضم أصوات أولادنا مع رصاصات الجيش العربي السوري الذي يقاتل والذي يدافع عن سوريا. اليوم الختامي لمهرجان الطفولة، مهرجان روها اللي يسميها بالسرياني كوكو توروي. طبعا مو غايتنا الأول تاني تات هو نغني للطفولة، نغني للوطن، نغني للسلام. فالغاية هي فرح، فرح الطفولة. إن شاء الله على أيام قريبة يكون فرح لسوريا جميعا. الحفل تضمن عرض مشاهد مسرحية مثلت الغربة وما تفعله بأبناء الوطن، ودعت للبقاء والحفاظ على أرض سوريا في وجه كل معتد حاول العبث بأمنها وأمانها. نوجه رسالة محبة من هاي المدينة، مدينة القامشلي، لكل أهلنا في سوريا وفي المهجر، إن نحن نحب وطننا ونحب القامشلي، ودائما نحن دعاة خير وسلام. الأصوات اللي عم نسمعها هي عادي أصوات الجندي السوري على الجبهات، وإن شاء الله بالسنة الجاي مثل هالوقت نحتفل بنصر وطننا على الإرهاب. هالأصوات دليل على أنه نحن أساساً موجودين ورح نضل لدائماً، ونثبت أنه نحن أساس لسوريا وباقين للأبد. أنا شاركت بنجوم الروها 2016، أنا صحيح ما فزتو بس حملتوا رسالة السريان وسوريا والقامشلي للعالم كله، ونحن الباقين بسوريا. هي لغة الحياة، لغة الثقافة والحضارة التي تقف بوجه كل المحاولات اليائسة لإيقاف عجلة الحياة في سوريا.